رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك خلي لك في الجد راية واجعل الإقدام غاية نبتسم لك في النهاية زد رصيدك زد رصيدك زد رصيدك. حياكم الله مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هاليوم الجميل، فيها اليوم المميز الرائع، اليوم في حلقتكم زد بهاراتكم من برنامج الكبير الضخم زد رصيدك، في هاليوم الحلو هاليوم الجميل مع الشباب اللي حقيقة يفتحون النفس يبعثون البهجة والسرور، الناس الدائمة المبتسمة، الناس الرائعة، الناس الحبيبة، والله يسعدهم يا رب وين ما كانوا. طبعا بما انه حنا نفتح يعني يفتحون النفس الشباب، فنطلب منهم يفتحون المايكات ايضا عشان تكتمل يعني. مشاهدين الكرام، مثل ما عودناكم وضعنا أمس قرعة، ووقعت اليوم طبعا على أخونا الحبيب الغالي صاحب المفاجآت الكبيرة، واللي النوم ما زال يداعب عيونه الجميلة، ظافر الشهراني، ومع ظافر الشهراني محمد الوهيبي، وأيضا عندنا الحبيب الغالي البلبل الجنوب وكناري أبها، و ادور طائر ثاني. حياك الله حبيبنا خالد حامد، الله يسعدك يا ابو خلود، كيف امورك؟ طيب وشلون يدينك عقب المخيم المحبه؟ لا تمام بشرك، تمام ان شاء الله، زي الذيب يعني اليوم في عمل ان شاء الله. ايضا معنا مندوب شمال المملكه اللي حقيقه شرف الشمال خير تشريف، الانسان الخلوق المؤدب المحترم الحبيب، الله يرفع قدرك، مخلد ابن مبارك، حيا الله ابو خلود، ابقاك الله، كيف امورك؟ عساك طيب وش علومك؟ كيف حالكم؟ الامور طيبه ان شاء الله، تمام يا هلا والله. ما انسى ابونا الغالي الشيخ ابراهيم، عساكم طيبين، امورك زين ان شاء الله. طبعا احنا تاخرنا تقريبا كم على الفقره؟ يعني وصلنا تقريبا 10 دقائق الى ربع ساعه، وبما انه الكل متاخر كلهم متاخر، حنا اللي طبعا فريقنا متواجد، لا فريقكم مو متواجد الا قبل الساعه، لا يا بعد عمري، لا يا بعد قلبي، لا ما نبغى نظلم احد ولا نحط لحد، لانه احنا اللي ساحبينكم سحب قبل شوي، فما ابغى احد ياخذ ولا احد، لانه تعرف محمد الوهيبي جالس يصلي رجل، وكلكم سوا قمتوا، لكن احب انه على اساس انه لانه انا وش قلنا الوقت 10 دقائق الساعه 1 يتواجد، وش قلت لي قبل شوي وش اتفقنا عليه؟ المتوا بنت مش اتفقنا عليه قبل شوي يوم الوقت تاخر، تاخر الوقت. خصم على مين؟ على الجميع، على الجميع، على الجميع. طيب كويس، وهذا عدل ولا مو عدل؟ عدل 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 عدل، كل يوم تقول عدل عدل، لانه اصلا الفقره اساسا تاخرت 10 دقائق، ولكن ان تصل متاخرا هاي خالد خير من الا تصل، خير من الا تصل. مشاهدينا الكرام، احنا معكم طبعا على هاشتاق البرنامج زد رصيدك، وايضا مع الشباب الرائعين ان شاء الله نستفتح حلقتنا ونقول اليوم الـ وين الـ اليوم طبخه عندي، عندك الطبخه انت؟ خلاص ما في ذو مقادير، انت اللي تجهزها؟ المقادير عندي، لا يلا عطنا بسم الله، اجي عطنا المقادير طبعا. طبخه اسمها كفته تركيه، نحن لا 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 كل منطقه عندها خاص، بس هذا كفته ازمير، يعني كفتة ازمير بحر ايجا، بحر ايجا ايوه هالمنطقه كفتة ازمير، يعني اللي ياكلها يحس انه في تركيا مثلا. اكيد اكيد ان شاء الله. تعرف ازمير على منطقه بحر، بحر ايجا، بحر ايجا، أيوة أيوة. حلوه جدا، وعنده هذه كفتة مشهوره فيها، هي سياحيه، ها سياحيه، هيا بنا يا اخوان لازمير. ازمير جاهز؟ جاهز، يلا عطنا. نص عندنا لحم مفروم، ايوه البهارات، كمون، قرفة، فلفل أحمر مطحون، وفلفل أسود مطحون، وفلفل أبيض مطحون، طبعا على ذوق الإنسان، ممكن يزيد البهار وممكن ينقصه، حلو على كل فل. أيوة. عندنا الصلصة، خبز مجفف ومطحون، دقيق، بيض، بطاطس، طماطم، وهذا وهذه اسمه خلطه، طبعا انا زيت من عندك ممكن خضار، إيه؟ ممكن زيت خضار بس داخل. مثل ايش هذه في كوسه، كوسه فيها طماطم وفلفل، فلفل بارد، هذا طبعا طحنها انت مره، إيه؟ صارت سائله لان حطيت معها مويه خفيف، حطيت عشان يتحرك، ايوه يتحرك ما شاء الله. هذه ليش انا سيتها؟ لان الكفته بصير معها هي مع المرق، المرق خليه يصير قوي يعني كويس جامد، وهذا
هذه بنطبخ معاها الرز مع البازاليا بطعمة القرفة. يا سلام يا سلام يا سلام. وتتوقع الشباب يضبطون شغل التركي؟ والله ان شاء الله ان شاء الله. انا اشوف انا مساعدهم طبعا، اللي مساعدي خمسه ما عرفتي بك خالد ما عرفتي بس بس مديت يدي وارد اسطنبول طال عمرك عشان الاكله التركيه جاهز بتوري الشغل ان شاء الله تعلمهم كيف الشغل النظيف والشغل التركيه والحاجات الحلوه بس يا عيني يا عيني مخلد انت قريب من تركيا والله يعني الشمال قريبين من تركيا يعني بس يمكن يعني اللون شوي يختلف اقرب كله بعد يعني انه يوم من الايام خذينا بالورق دائما يعطينا جاهزين شباب جاهزين حبايبنا قبل كل شيء عندنا يلا نستعين بالله ملك الرز نغسل الرز خالد حامد لهذا مشان لا يتنقع بالميه وبعد نقول بسم الله عشانك صغيره نسبي للخلطه اللحم ايش فيكم يلا حيهم يا هلا والله ومرحبا لا ما في اي تقطيع بصل الحين عندكم لازم اللحم حط اللحم هنا نظيفك ابو لا لا وش انا الضيف عندكم ايش دعوه يا خالد بسم الله الله يهديك ايش دعوه والله خير انت قدها طبعا طبعا هذه ايش نحط حط البهارات وملح هذه ايه البهارات اول اخلطها مع البهارات والملح كل شيء انا مجهز لكم اياها طبعا حطوا له ملح على المذاق الله يعلى جو هذا نعم طيب ملح كم هب حطوا لك كم شت ملح كم شيء كم شو نص و هيك شوي ثاني يلا حيهم يا هلا ما شاء الله ما شاء الله وش النظام لحظه وش ذا النظام خلاص تدل ملح لحم مفروم فوق كذا مباشره هذا لحم مفروم هذا بده يخلط لا ايه اخلطه بيد واحد ما تحس تخلط بيد واحد الملح زيده ايه بتزيد يا سلام او بتحسن بالزيده مع وش افضل شيء لحم والله عجل لحم غنم افضل شيء عجل او اذا تبغى افضل افضل عجل مع خفيف غنم تخلطه مع بعض تخلطه مع بعض صار غنم كامل يصير إيه؟ شحم زياده إيه؟ وصار اشيل الشحم طيب مين مشكله اشيل الشحم ما اخلي فيه شحم ما ممكن الغنم كويس كويس ما شاء الله ما شاء الله مشاهدينا الكرام معكم طبعا في هاشتاج زد رصيدك حبيبنا حسين الفيفي طبعا معد الفقره الله يسعده ويطول عمره ومنيب مهندسنا وايضا ما ننسى المخرج الكبير اشرف وصلاح الرائع والمصورين كلهم كل الفريق العمل الموجود في كنترول ايضا طه ما ننسى طه الحبيب الغالي ولا تنسون بعد المودم الكبير ابغى المودم الكبير المودم الصغير عندي ما يلقط زين ابغى المودم الكبير الله يعطيكم العافيه ومخلد وشلونك يا مخلد اول سؤال يا مخلد يوم تاهلت النهائي طبعا قبل طال عمرك تأهلت النهائي قبل ايه يوم جاك الدرع زيد فرصتك اوغست يوم جاك الدرع طال عمرك اوكي وش هل حسيت انت انه كان مفترض انك ما يعني ما تاخذ الدرع عشان تقدر تاخذ رصيد والناس تدعمك وتصوت لك جاك الشعور هذا انا فرحت بالدرعين ايه انبسطت وطرت من الفرحه لكن كان غايب عن بالي لاني خلاص هنا اوقف اعتمادك على الحظ في مسابقة سامي اللي يزد فرصتك على 300 أو سالب 300 أيوة يعني ممكن حتى اللي جمعته من الرصيد يروح بايش باختيار صندوق صندوقين عند سامي ايه اللي 300 600 900 حلو هذا شيء الشيء الثاني مسابقة ياسر عباس نفس الموضوع في أسبوعين كمان ما طلعت فيه بالاختيارات بالقرعة أيوة من هنا ومن هنا كانت مقفلة صراحة الدرعين ممتاز تريح الواحد تخلي الدرع الدرع الجماهير يريح الواحد انه خلاص وصل النهائي انا النهائي واصل فما يصير حتى التوتر يخف في البرايمات وما برايمات ولكن يبقى بمخك وشاغل مخك ولا شغلك الشاغل كيف اجمع رصيد انا كيف اجمع رصيد كيف اجمع رصيد كيف اجمع رصيد كيف اجمع رصيد الله اتمنى يا رب هنا يا رب هنا يا رب ليش الواحد قال شيء يبغى يدخل المنافسه بعدين يكون يعني قريب من الشباب لان بالوضع الحالي الرصيد نازل عن الشباب نازل يعني نازل يعني الشباب انا تقريبا هنا الشباب هنا الهامور فوق ايه فانا ابغى اقول طيب اقول انا محتاج رصيد بس بالنسبه للمسابقه الخير 30% في نهايه البرنامج مع التصويت الاخير ما لها علاقه هذه ما لها علاقه هذه الحال انا عارف انا اقصد في النهائي إيه؟ عندك تصويت فيه اسئله ايه
اوكي بس يعني لو, لو 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 جبت هذولي خلاص يمكن تاخذ الاول. لا ما هو شرط. كيف اجيب اخذ الاول؟ الان بالوضع الحالي انا فيه بالرصيد انا فيه 50% تقسم على من؟ على 12. يعني الهامور مثلا راجحه. ايه. الله يرزقه ويوفقه يا رب ويستاهل. ياخذ اعلى درجه على الرصيد اللي عندها الان. أيوة. ممكن ياخذ 8 أو 9 من 50. حلو. اللي بعده ياخذ 6، اللي بعده ياخذ 5، اللي بعده ياخذ 4.5 أو 5.5 كذا. اقل واحد اللي رصيد ممكن ياخذ 3 انا. اي ممتاز. واجيب 50 الثانيه. 53. فانا مراجعه اخذ 50 10 هنا واخذ 20 هناك و30 هناك. انا اقصد النهائي يمكن غيرك اللي ينافسك ما يجيبها. وش هي؟ في النهائي. لا لا بالعكس اسهل فرصه انهم يجيبونها الان لانهم حددون الاسئله اسئله الابرايمات. قالوا اسئله الابرايمات من اسئله شو اسمه يمكن تفرق شيء بسيط بس من اسئله زد ثقتك وزد فرصتك. والله اي والله ثابت. قالوا اللي يذاكر الاسئله اللي اخذناها من بدايه البرنامج الى الان ما راح تخرج عنها اسئله فتات. عجيب. هذه فرصه لهم صراحه. اللي مجمع رصيد فرصه له ان ينافس فعلا على الاول ما هو على المراكز الاولى. الاول الله يوفقك يا رب. عسى الله يكتب اللي فيها الخير ان شاء الله. الله يوفقك. خالد ابو حامد ايش علومك؟ عساك طيب. الله يبارك فيك. كيف الامور؟ اللهم لك الحمد. كيف التاهل النهائي؟ اللهم لك الحمد. شعور جميل. الله اللهم لك الحمد. شعور جميل جدا. تفرح نفسك تفرح اللي قاعد حقق جزء من الطموح. اللهم لك الحمد. تبقى لنهايه البرنامج باذن الله. ان شاء الله نحارب على المركز الاول باذن الله. كفو كفو. هذا الكلام اللي نحب نسمعه. هذا الكلام اللي نحب نسمعه. انا في النص. لاني بنص هامر ولا اني بتحت. ايه في النص. لكن ان شاء الله ربي يسرها في ذي المسابقات وناخذ ال 200 اليوم ناخذ بعدها في زد رصيدك اليوم وزد فرصتك. عسى الله يهب له العافيه. مودي يعطيه اختها ان شاء الله ناخذ من عندها زيتون. ظافر يا ظافر. يا هلا. ها ظافر. ظافر صاحب المفاجآت. كيف الامور يا ظافر؟ والله تأهلت للنهائي. اقول تأهلت للنهائي. وش شعورك؟ شعوري جنن. ابو عليا هل كنت تتوقع انك توصل نهائي؟ هل كنت تتوقع انك توصل نهائي في البدايه؟ إيه؟ في بدايه البرنامج طبعا. يعني ها دائما اللي بيض. كيف اقول له الدرع الاسود هي اللي ترفع الشباب. انا ما قلت لا درع رسمين انت ما شاء الله رزقك الله يسوق لك سوق. الحمد لله. وكيف رصيدك الحين؟ الحين فوق ما شاء الله. قريب من هامور؟ قريب قريب طبعا. هذه طيب. الحين الاسئله الثقافيه القادمه والتصويت هل ان شاء الله تتوقع إن باذن الله ما الثقافه باذن الله ناخذ 30 30. يا رجل انت هذه انت امره. كفو والله كفو. كفوك الطيب. ضبطتوا الاسئله حفظتوها رجعتوها اسئلتهم محدده في الكتاب عندي داخل حبه كتاب غادي شارد. طيب السؤال اللي بعده يا ظافر المهم هل انت تنافس او تقول المركز الاول ان شاء الله باذن الله انافس عليه؟ انا اقول لهم الشباب الحين لا قد يتنافسون يعني يتحلمون يحلمون في المركز الثاني تحت. كفو والله كفو. انا يعجبني الاصرار هذا والعزيمه ما شاء الله تبارك الله. وتتحدى يعني نتحدى. كفو كفو. قدها قدها وقدود وقدود. الله يسر امرك يا ظافر ويبارك فيك. حبيبنا ابن هيبي حي الله. يلا حي شيخ محمد. حييه. وش علومك؟ عساك طيب. الحمد لله تسرق الحال. كيف الامور؟ الحمد لله. وش من اول شيء كيف شعورك يوم وصلت النهائي؟ والله يعني يكفيني فخر خاصه اني اشوف حظك بعض الاحيان يا محمد. ايه يعني متعب شوي لكن الله كاتب لك هالشيء. والله يكفيني فخر اني كاول عماني وصل الى نهايه زد رصيدك. تستاهل تستاهل والله. يكفيني فخر هذا. تستاهل تستاهل والله. وطموحك انا متاكد انه اكبر من كذا ان شاء الله كثير. ويعني ما حصلت لا على 700 ولا على 400 دعم ولا شيء ولا على مطبخ لكن الحمد لله. يعني جبتها بايش؟ يعني بتوفيق الله ما شاء الله تبارك الله. طيب سهل. محمد هل تقول بنافس ان شاء الله؟ باذن الله. لا عاد يحلمون بالمركز الاول. لا تحلم. الحين خويك هو الان بالطبخه على الاقل بالطبخه اتفقوا انت محيط بحط ملح تروح فيها خل عالي خساره عليك انت. رصيدي انا. واذا يعني تخون رفيقك؟ هو بده يخون. بده يتعدى حدودي. لا هذه منافسه شريفه.